مش كده؟ ايه يعني بيه ده؟ هيذبحوا بعض، مش فاهمين حاجة، هيموتوا بعض، اعمل حاجة يا محفوظ. مين عبد الله ده؟ يا عبد الله. يا اخوانا ده ايه يا اخوانا ده يا اخوانا يا عالم يا عالم بقول اللي بيحصل ده يا جماعه حرام عليكم حرام عليكم يا عالم يا عالم فوق بقى يا مصريين فوق يا عالم حرام اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده حرام يا اخوانا حرام عليكم كفايه انتوا مصريين انتوا مصريين انتوا حضاره 7000 سنه حضاره عمر ما مصري قتل مصري عشان خاطر اختلاف في عقيده ولا في دين ولا في مله اختلفنا في الجوع في القرف في حكم الحكام الظلمة لكن عمرنا ما قتلنا بعض عشان خاطر عقيدة ولا عشان خاطر دين حرام عليكم فوقوا بقى فوقوا حد يقدر يقول لي دم مين ده مسلم ولا مسيحي ها ليه بقينا بنكره بعض كده؟ ليه بقينا بنزل في بعض كده؟ ليه بقينا واقفين على بعض على الوحدة؟ ليه يا اخويا؟ هات يا ابني. هات دي، هات. روح. تعالى. تعالى. تعالى صبحي. امسك. امسك. اقتله. يلا يا جدعان. ورونا الهمة. ورونا الجدعنة والمرجلة. اقتله. اقتله اقتل اخوك اقتل جارك اقتل بني ادم مفيش دين في الدنيا يا اخوانا قال كده حرام عليكم بقى عم مينا يا عم مينا احكي لهم احكي لهم الحاره دي كان شكلها ايه اقول ايه يا محفوظ اقول ايه احكي لهم على الجامع اللي في اول الشارع والكنيسه اللي في الشارع اللي ورانا احكي لهم احكي لهم على الحروب الحروب اللي خضناها لما كنا بنقف في الخنادق جنب بعض ما كانش حد بيسال العسكري اللي جنبه انت مسلم ولا مسيحي سبيل الميه اللي في اول الشارع ما بيسالش اللي بيشرب منه انت مسلم ولا مسيحي رغيف العيش اللي بيطلع من الفرن ده ما بيسألش اللي بياكله انت مسلم ولا مسيحي يا اخوانا فوق يا اخوانا فوق لا جوع ولا عدو ولا جن احمر ممكن يدمر البلد دي لكن اللي بيحصل ده ده اللي يدمرها في يوم هنتعرض كلنا أمام الواحد القهار وهيسألنا على اللي عملنا في دنيتنا دي هنقابله ازاي وكل واحد فينا شايل دم اخوه على ايده ربنا يكرمك يا استاذ محفوظ بلدنا حلوه يا اخوانا حرام عليكم يا اخوانا حبوها حبوها يا اخوانا حرام عليكم يا اخوانا حرام عليكم يا اخوانا حرام عليكم يا اخوانا الرب يبارك فيك يا محفوظ الرب يهديكم يا جماعه جاهزه يلا صور 4 3 2 1 وهكذا
فإن عودة محفوظ زلطة بعد هذه الأعوام الطويلة كانت بمثابة طوق النجاة لحقن الدماء بين أهالي باب الخلق. حتى إشعار آخر: كانت معكم ولاء الشريف، حارة نوفل، باب الخلق. تفضل تقرير يا فندم. نعم، اتكلم تاني. السلام أمانة يا سي محفوظ، ربنا يطمنا عليه يا رب. مع السلامة يا سي فوزان. الله يسلمك يا كريم. هنمشي منكم ولا مدخلينكم علينا؟ يا سلام يا سلام يا محفوظ، يصور دينك يا أخي، والله بعقد الهاء أول مرة تعمل حاجة حلوة من يوم ما رجعت. بص، ما دام بعيد عن الجامع اعمل اللي انت عايزه، وعلى رأي جحا قالوا له مش عارف ايه في بيتك، قال لهم ما دام بعيد عن مش عارف ايه خلاص. ايه جحا؟ ايه ده؟ وانا ايه اللي بعيد عني وعبير؟ ايه يا عبادة؟ ايه يا عبد مش كده؟ وانا عملت ايه يعني؟ هم اللي كانوا هيموتوا بعض من شوية بيعلقوا زينة رمضان مع بعض. كل سنة وانتوا طيبين. عارفة يا فوزية، انا حاسس كأني رجعت النهاردة. بس الناس ناس طيبين وفيهم الخير. يا سلام، لفض فوك يا خالي، لفض فوك. صحيح، بالرغم من انك اتكلمت بالعامية لكن كلامك دخل الى قلبي وتسلل. سلام عليك. كل عيش يا خال، اي سكة يا سكة، كل عيش. مش فاهم يعني ايه الكلام ده. ما كنت سبتهم يموتوا بعض يا خالي؟ على الاقل البلد تنضف، دول ناس جاهلة ما بيفهموش، والقتل حلال فيهم. القتل؟ انت عارفة يعني ايه قتل؟ القتل مش حلال في حد يا بنت فوزية، القتل حرام على الكل. والله بقى ده رأيي وانا حرة فيه. كلمي خالك عادل، كفاية احنا مستحملينك. وعلى ايه يا ست؟ هسيبها لكم مخدرة، انا نازلة رايحة الدرس. مخدرة؟ رايحة الدرس؟ ايه التربية دي؟ مش عارف تربي ولادك يا عبادة؟ مش عارف تربي ولادك يا فوزية؟ معلش يا خالد. درس ليلة رمضان؟ ما بكرة الرؤية ماما، النهاردة ليلة الرؤية، يعني رمضان يا بكرة يا بعده. في كل الأحوال هي ليلة مفترجة حيث يحلو السهر والاستذكار. وانت عندك شغل برضه عند المحامي بتاعك ده لحد الصبح؟ لا لا لا، أصل مكتب المحامي بتاعي بيقفل في رمضان بقى. شغل على العيد إن شاء الله، كل سنة طيبين. ايه ده؟ محامي ايه ده اللي بيقفل في رمضان؟ يا سلام. والله بس ان المحامي بتاعنا ايه يعني، دماغه متكلفه، بيحب يتفرج على مسلسلات رمضان. هنشتغل بقى ولا نتفرج على مسلسلات؟ ها؟ لا، المسلسلات اهم طبعا. طبعا المسلسلات اهم.